داري خاويه. نهار غتمشي كحالت عليا، كحالت عليا البنات، تنتمنى ما ترجعش ديبرسيون كرونيك. دابا وليتو باغي نعش عيبيه، مابقى عندكم بيا انا غرض. صافي ياكو ياكو نتوما راه نبكي، انا راه غنبكي. امي خونات ليا لي فان ديالي، اختي خونات ليا لي فان ديالي، مابقاوش عندي لي فان انا، صافي ولاو كلهم فان ديال الشعيبيه. وهذا المبرزيط ديال جداه، هذا هو اللي فقس جداه ومطردقات، تقول لي هذا هو اللي صيفطك للسبيطار. قول سلام. السلام عليكم، نتمنىكم تكونوا بخير وعلى خير. هذه القناه متخصصه في اخبار ديال المشاهير، ما تنساش دينا واحد ابوني واحد جيم وفي باس الا خليت لنا شي تعليق. اليوم هذا الفيديو متخصص لاكرام بيلانوفا والام ديالها، وغادي تسمع مزيان اشنو قالت على الفراق ديال الام ديالها ملي غتمشي للمغرب، اشنو غادي يوقع لاكرام بيلانوفا، وانا غادي نتخيل اشنو غادي يوقع ليها، لان الام ديالها يعني كدير معاها كلشي، كتفيقها في الصباح، كطيبها فطور، حاضياها، مراقباها، ما ديريش هادي ديري هادي، يعني عافيه دايره لها التاويل. ومني غتمشي غادي تعاني شويه، كنتمنى انها ما تعانيش بزاف، لان صعيب الفراق، صعيب فراق الدنيا هنايا صعيب، يعني تجي عندك الام ديالك وتجلس معك واحد شويه وتمشي وتخليك هذيك الصعيبه بزاف. المهم غادي نخليكم مع الفيديو وغادي نرجع معكم مره اخرى ان شاء الله. غزالات ديالي، كي دايرين؟ كي دايرين مع الصحيحه؟ كي دايرين؟ ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا على خير وتكونوا بصحه جيده، وتكون الصحيحه هي كل شيء، تكونوا بصحه جيده. دايره القبه اختي، شعري فازك وما بغاش يضربني البرد، وما فيا ما ينشف شعري بالسوجوار. المهم نتمنى تكونوا بخير وتكونوا على خير وتكون اموركم هانيه. شعيبيه ناعسه، البنات يسولوني على الشعيبيه، غبرات عليكم يومين صافي، دابا وليتو باغي نعش الشعيبيه، مابقى عندكم بيا انا غرض. صافي ياكو ياكو نتوما راه نبكي، انا راه غنبكي. امي خونات ليا لي فان ديالي، اختي خونات ليا لي فان ديالي، مابقاوش عندي لي فان انا، صافي ولاو كلهم فان ديال الشعيبيه. المهم نتمنى تكونوا بخير، انا مش نسميكمش لي فان، نسميكم عائلتي خواتاتي، داكشي اللي في قلبي تنقولو ليكم. ما عنديش ديك القضيه ديال المتابعين، لي فان ما لي فان. المهم الغزالات ديالي، شعري عرفتو ولا تيجيني ساهل في الغسيل، ساهل في كل شيء، عارف ما فيا ما ينشفو. على العكز، العكز اختي العكز، ما تدوش على التشاكيك، تدوش على التشاكيك غينشفو ويعجبكم. بعد التدويشه خاصنا تريحه، عرفتو دايره الريحه في الفيترينه، اللي شافني ضحك عليا، دايره لحقاش يديرها ليفيو مع الصباح، تيستعملها ليفيو. بعد التدويشه تريحه اختي بلا ماني، عرفتو ما نقولش لكم، الله يا ربي الله على ريحه، عرفتو نتنشم ما نقولش لكم الهوايش اللي فيا. واعره. وهذا المبرزيط ديال جداه، هذا هو اللي فقس جداه ومطردقات، تقول لي هذا هو اللي صيفطك للسبيطار. قول سلام. السلام عليكم. السلام عليكم. ساكت الصوره ما دان كيما اختهاس هاي ساكتوني عين تاك عين تاك نو بس في مستوفيل قال لكم صام نهار وما قدرش دازي في فمش سوفيل، هادشي بالنسبه ليا بزاف، صام نهار وكيما كملوش تماك من مش كامي غينا مع بابا مع ماركا ودان هذا زين شويه فتره ما تم دسوا اوغوست مو في مرتي شويه يا دس شويه مع اوغوست ابا يس كومت نيش مي مع اوغوست سونس كوم سوندان كومت ان مي und das schlimmste ich bin in der pubertät und da es ist لكم انا راه في موراها und das ist schlimm für mich und ich pubertät ja ich esse ein bisschen mehr wie früher قالك ناكل بزاف مسكين. غيوري لكم الساك اللي شريت ليه من الطاليان، بيلو بيلا لا بورصه. تليفوني انا، تليفوني انا، ميتي لا بورصه بوستو. عرفتو دابا الشعيبيه ناعسه تتشخر، وغير النعسه ديالها انها ما كايناش في الدار داير ليا القلق، تنحس براسي داري خاويه. نهار غتمشي كحالت عليا، كحالت عليا البنات، كنتمنى ما ترجعش ديبرسيون كرونيك، كنتمنى لحقاش امي هي اللي تبقى تغوت تنوض من بلاصتي، هي اللي مع الصباح تفيقني وتعمر ليا براد ديالها تا ولا براق ديال القهوه، هي اللي هي كلشي، عرفتو ناري وحق الله العظيم قريبه تمشي، مابقاش ليها بزاف وغتمشي. ما نقولش ليكم على احساس كيداير. شعيبيه فاقت. ايوا امي نعستي
حلمتي؟ ها؟ يلا عاود لنا حلمتي. شنو حلمت لي اختي؟ ما حلمتش. ودابا حلمتي؟ ايوا تي قلتي جاتني بزاف وحلمت. تا كان جاتو كان شنو ما كنتش نفهم. باقديخه باقديخه. في الرما سنيديره. ها تسنيديرا ورينتو سنيدير كاز زين فنون 50 كيلو كيف ما كنت 54 كيلو هذا هو الهدف الاساسي. المهم كنت نشرب واحد الكينات واعرين راه كنصلق ليا وريتهم لكم بزاف ديال البنات ضعافوا على ضعافوا بدوك الكينات اللي كنت نشرب بزاف ديال البنات ضعافوا. انا تنشرب الليثيوم راكم عارفين الليثيوم تي بلوكي الميتابوليزم ودوك الكينات كانوا شي اكتيفو ليا الميتابوليزم وكنت صراحه نقصت 17 كيلو اللي نقصت 17 كيلو اللي نقصت بهم بكل صراحه كينات زوينين وما تضروا لا الصحه لا والو ولكن تقطعوا ما بقاوش في السوق. يا ماما يا بنتي ما تخلينيش نكمل حتى الهضره سكتي. المهم قلت لكم بهم باش ضعفيت 17 كيلو البنات. لا كنتو كتعقلوا داك الوقت فين كنت مشيت لبلجيكا راه كنت ديك الساعه كنوزن 80 كيلو لا 78 كيلو اللي كنت كنوزن في داك الوقت كنت طيحت 17 كيلو بهم ولكن للاسف تقطعوا وما بقاوش في السوق ودابا كنشرب واحد الكينه جديد والله العظيم الا تيحبسوا الشهيه. انا من الصباح كامل واكله نص مسمنه وشاربه براد ديال براد ديالاتي شاربه جوج كيسان ديال اتاي ونص مسمنه هادشي اللي واكله النهار كامل وما فياش الجوع ما فياش نهائيا الجوع. هادو واحد الكينات جداد تنشربهم زوين انا باقا ما باغاش نهضر لكم عليهم حتى نزيد نقص على داكشي اللي نقصت. بلاتي اختي بغات توريكم مونيكتها شرات ليها ماماها مونيكا وري نشوف المونيكا باسيستيس Wednesday poopé. Wednesday poopé. Oh, Wednesday. Oh, dance. Oh, dance. Wie heißt du? Wednesday poopé. Und wie heißt du? Wednesday. Nein, sag Julia Bellanova. ماي ميل ستيت ويلوبا جوليا بلانوها. المهم غزال ديالي ما بغيتش نهضر لكم على على شي حاجه اللي ما نجربهاش ونجربها ونعاود 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 وعام المره الاولى نقولها لكم لحقاش ديك المره ملي هضرت قلت لكم راه ما بقاش يجيني الجوع بزاف ديال البنات عافاك اكرام عتقينا شنو سميت الكينات ولكن بلاتي تعطوني انا راه نقصت الحمد لله واحد 5 كيلو نقصت 5 كيلو البنات والحمد لله راه زعما ماشي سهله بالنسبه ليا انني نقص على حساب الدواء اللي تنشرب. الدواء اللي تنشرب قاصح بزاف وماشي سهل انك تنقصي ومع ذلك نقصت 5 كيلو وما بقاش تيجيني داك الجوع لحقاش ناكل بزاف. انا كنت ناكل بزاف وبالخصوص الحلوى الحلويات الفقاص الغريبه مسمن مدهون بالعسل المهم تناكل ماشي ما تناكلش ولكن دابا راه الشهيه ما بقاتش عندي. اجي عندي امي اللي ضربك على طرطاقه طرطاقه. صباح الخير حيدي يدك انت شكون هذا؟ سونيك شمت تبري ما درتهم مع حوايج الدريه شنو هما نونوسات قواعد ضروره ويلي حنا هنا تبغي تشري ب 4000 اوي على غدا. ايوا راه هذا هو الثمن وما النونوسات هذا هو الثمن كان في المحر كنشري على 60 ريال 5 دراهم. لا لا صافي هما راه غاليين هاد الغلا على حسب النونوسات ماشي ديال الشناوه اللي تيخرجوا ما يخرجوش الاخر ماشي شينوي شكون اللي تقبل البرام غير شينوا. حيدي لك حيدي شحال دوري في التليفون حيد.
كيما سمعتوا في الفيديوهات هضرات على بزاف ديال المواضيع، هضرات على انها الام ديالها غادي تمشي وتخليها وغادي يرجع لها الاكتئاب، يعني كتخمم لهذه القضيه، وهضرات على كيفاش كانت كتوزن واحد 80 كيلو وضعافت ولكن رجع ليها الوزن، ودابا كتاخذ واحد الفانيل باش يسد ليها الشهيه وما تاكلش بزاف. ونزيدكم واحد الحاجه، ان الابن ديالها كما قالت الام واعر بزاف، صعيب بزاف، ودابا سورتو غادي كيكبر وغادي تزاد تجي سي المراهقه وغادي تصعب بزاف بزاف بزاف. لهذا كما قالت لها الام ديالها، ضيري تصيبي ما تسيبي، خاصة تصيرو مزيان مزيان. هادي سورتو ولاد اوروبا راه شويه صعاب، والناس اللي عايشين في اوروبا عندهم وليداتهم في اوروبا، ماشي كلشي ولكن الاغلبيه كيعانيو مع الوليدات ديالهم. وكنتمنى ان البنت ديالها تعمر على داك الفراغ، كتبان ليا قريبه منها بزاف تعمر على داك الفراغ، مني غتمشي الام ديالها تعمر هذاك الفراغ ديال الام. لا الام غادي يعمر الفراغ ديالها حتى شي واحد، نكونوا متفقين من هادي. ولكن هذا هو سن داك الحياه، مره كنكونوا ضاحكين ومره كنكونوا باكيين، مره كنكونوا مع الحباب ومره كنكونوا وحدنا، يعني هذه هي سنه الحياه، خاصه غير تاقلم معها. وكما عرفتوا غتكون صعيبه 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 عليها بزاف، لان الانسان كيعاني من اكتئاب حاد، صعيب بزاف تفرقوا، صعيب بزاف انه يتاقلم مع الحياه، صعيب. كنتمنى انكم تخلوا لي التعاليق ديالكم باش نشوف الاراء ديالكم ونشوف، يعني تقدر تكون